قدمنا اليوم الحصيلة للمجلس الشعبي البلدي منذ التنصيب تاعنا، قدمنا كل المشاريع التي أسلمت والتي ستتم إنجازها في العهدة تاعنا هذه، أمام حضور كل أطياف المجتمع المدني ومواطني بلدية الدهمشة. عندنا مشاريع اللي رانا قيد في الإجراءات الإدارية تاعها وراح نبدأ في الإنجاز تاعها في الأيامات هذه القادمة. عندنا مشاريع اللي كيما نقولوا اقترحناها لسنة 2024 بالمخطط البلدي للتنمية، وعندنا مشاريع اللي رايحين بإذن الله نوصلوا لها في المدى هذه تاع 3 سنين اللي بقاونا على رأس هذه البلدية بإذن الله. أهم المشاريع اللي قيد الإجراءات الإدارية واللي رايحين نقوموا بالإنجاز تاعها ليامات هذو فيما يخص المخطط البلدي للتنمية، عندنا التهيئة الحضارية بالبلدية هنا مركز، عندنا إنجاز الإنارة العمومية على مستوى الطريق الرابط بين ولاد معيزة والمدنة على مستوى الطريق الوطني رقم 77، عندنا إنجاز الإنارة العمومية على مستوى الطريق البلدي رقم 200 إلى مشتة شبرطة، عندنا التهيئة الحضارية لتعوينين الجهة السفلية، عندنا إعادة الاعتبار لطرق المؤدية للمجمع السكني كموش بالزادية، وعندنا إنجاز الطريق المؤدي إلى الملح انطلاقا من إزلاف الشطر الأول بمسافة 0.5 كيلومتر. المشاريع هذه راح تكون بمجموع 3,964,000,000 سنتيم. كل الإجراءات الإدارية رانا فيها بإذن الله من على 20 يوم نبدأ في عملية الإنجاز لهذه المشاريع. كانت لي جلسة مع المجلس التنفيذي للبلدية لوين اقترحنا مشاريع فيما يخص المخطط البلدي للتنمية لسنة 2024. كاين عدة اقتراحات، منها إنجاز الطريق من الشرفة إلى نحو بلدية بني فودة على مسافة 1.2 كيلومتر، عندنا تهيئة الطرق المؤدية للجمعات السكنية المروج والسوامرية، عندنا تغيير المصابيح الصوديوم بمصابيح اللات على مستوى قرى ومداشر البلدية، اسمها هذه تمس كل قرى ومداشر البلدية، عندنا إنجاز الطريق من المجادبة المساسحة إلى مرسيلوش بمسافة 1.5 كيلومتر، عندنا إنجاز الإنارة العمومية من سلبة إلى بلوط إلى غاية الملعب الجواري اللي راهو قيد الإنجاز بسلبة، عندنا تهيئة الطرق المؤدية إلى المجمع السكني الزادية العلوية، وتهيئة الطرق للمجمع السكني ثاني الزادية السفلية، عندنا ثاني تهيئة الحضارية بقرية ولاد معيزة، عندنا تهيئة الطرق المؤدية للتجمع السكاني ولاد قرين مع المراقبة المخبارية، وعندنا تهيئة الطرق المؤدية للتجمع السكاني بوعالية مع المراقبة المخبارية. هذو اقتراحات المخطط البلدي لسنة 2024 بمبلغ 9,000,000 سنتيم. وعندنا عدة اقتراحات اللي رايحين نمشيو فيها في 3 سنوات هذه اللي رايحين على المدى البعيد. عندنا ثاني الطريق هذا من سيدي حمود إلى القرية الفلاحية اللي راهو في المرتبة الأولى في صندوق الضمان والتضامن الاجتماعي أفسي سيال، عندنا ثاني مطلب لإتمام إنجاز طريق الولائي 139 بمسافة 11 كيلومتر اللي راح ينحي الغبن وتسهيل حركة المرور على مستوى هذه البلدية، عندنا طرق ثانية تهيئة كل الطرق المودية إلى المجمعات السكنية على مستوى قرى ومداشر البلدية اللي مازال ما تقاسوش، منها العرابة عنصر الشوقي ولاد سهلال هذو اللي ما وبنقارة هذو ما درناهمش في 2024 لأنه الطريق هذا الوطني جنجن العلمة مازالوا يخدموا في الجوية هذو، اسمه ما نقدروش نخدموا طريقهم بعد الغدوة هما يجيوا يستعملوها ويفسدوها. عندنا أبو عمارة زوج عاشور والعبيد هذو كل الطرق المجمعات السكنية على مستوى قرى ومداشر البلدية بإذن الله عندنا تعهد بربي إن شاء الله نقضيوا على المشكل هذا تاع لتسهيل ورفع الغبن على سكان هذه المناطق المعزولة. في قطاع التربية عندنا أو تطرقنا لها وكانت مراسلة من نائب المجلس الشعبي الوطني لوزير التربية على إكمالية أبي حمد الغزالي اللي راهي في حالة ما نقولوش كارثية بس عم نقولو في حالة ما نقدروش نزيدو نستغلوها أكثر من عام ولا عامين.
باه تكون لنا متوسطة جديدة تعويضية. رد وزير التربية على هذا النائب وقال له راهي مقترحة لسنة 2024. عندنا ثاني المطلب ثاني مجمع مدرسي بسلبة وإكمالية بولاد بلاد معزالين فيما يخص التربية. أما فيما يخص الرياضة المطلب تاعنا عندنا ملعبين جواريين نديرون نقدرون نطلبوا منهم إعادة تهيئة والله هما بقرية تعوينين وقرية ولاد معيزة. المطلب الثاني في 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 الرياضة عندنا في البوس عندنا إسباس ريزيرفي بور إيكيمو إلا نقدرون نديروا فيه لاشتا كما نقولوا مسبح هكذا صغير لاجتمع عليه صغير يستفادوا منه سكان هذه البلدية في إطار الصحة. ثاني عندنا المطلب تاعنا وحيد هو مطلب بسيط ميش ما قلناش ديروا لنا سبيطار بستين سرير ولا سبعين سرير قلنا رقيوا لنا قاعة العلاج هذه من قاعة متعددة الخدمات. أما فيما يخص الري عندنا مطلب تاع النقبين لتحسين تزويد ساكنة البلدية بالمياه الصالحة للشرب بعين ربيع مركز وبو عالية. أما فيما يخص السكن البلدية هذه هي بلدية فلاحية المواطني بلدية هذه البلدية يحتاج إلى سكنات ريفية لأنه عندنا فيما يفوق 800 ملف على مستوى البلدية والاستفادات اللي رانا نستفادوا منها استفادات ضعيفة 20-30-40 مثل بيناش اسمها كي يعطيك 20 عندك 800 دوسي يديروا لك فيسنا في البلديه والله بالسيف لان نقدروا نديروا توزيع تاعها. الحاجه الثانيه في السكن الاجتماعي نعطيك معلومه انه البلديه تاعنا من سنه 2011 ما استفدناش من هذه الصيغه تاع السكن الاجتماعي. ان شاء الله من السلطات الولائيه ينظروا لنا خاصه في مجال السكن ويدعمونا خاصة بالسكنات الاجتماعية. واش راح نقول لك المواطنين يصبروا علينا برك لأنه والله ما احناش رايحين نبخلوا والله رانا نجتهدوا رانا في اتصال دائم مع رئيس المجلس الشعبي الولائي والله نواب المجلس الشعبي الوطني لتحسين مستوى المعيشة لهذه البلدية. لنا الفخر بهن خدموا هذه المنطقة هي البلدية تاعنا عندنا غير عليها. ان شاء الله ربي قدنا ونوصلوا للوشر انا حابين يبارك الله فيكم.